الزلاب. قالوا له موشي. قال لكم هذا موشي؟ قالوا له والله حجي هذا موشي يريد نصبون عليه. قالوا لكم هذا موشي؟ لا قد اشوفه مضروب تونق بالسماء. ذولي يخضنون ذولي حومي حومي بس ذكرنا بهاي شغله النص. اكو فنان صديقنا تحياتنا اليه. ليه صديق؟ رجاء لا حد يجيب اسمه. علي جوده؟ لا 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 رجاء. عبد فلك. لا 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 عبد فلك رجال يصلي وعلي جوده يصلي. فنان لا ولا صلاح. مو قلت لكم لا حد يجيب اسمه؟ ما احكي لحد. لا يجعلون ولدنا يزعلون علينا. فنان يشرب هواي الرجال يعني هسه هو طبعا مدمن يشرب هواي. مشكله يعني؟ لا. واحد مدمن يشرب شاي. واحد مدمن يشرب قهوه، واحد مدمن 24 ساعه يسوي ماكو مشكله. فهذا مدمن يشرب هواي خطير. من قد ما يشرب هواي مرات مو يطفى يبقى عنده مثلا شويه من الشرب شو يسوي؟ اقسم يعني مو كذب، عنده موبايل الفوميه اللي في بلاستيكه على البطل، خاف يقعد الصبح ما يندل يرمش عليه. اي والله والله العظيم. ففد يوم داخل لك والله العظيم. اي المهم كيفكم لصق؟ يرمش لي. عندالف يرمش. مو ما يدري بنفسه شارب وايفز يدور عليه ما يلقى. يرمش على الهومي. يرمش. المهم ففد يوم أجر أبو تاكسي صعد أبو تاكسي. أبو تاكسي قال له أنا ما أدري وين شايفك. قال له أنا الفنان فلان. قال له الله إيش قد أحبك أموت عليك. بس يقولون عليك تشرب هواي. قال له إي والله. إي دائما أشرب أنا. والدليل شوف هذا البطل جابه يعني. ما أقدر أفارقه. قال له ما دام عندك أعطيني نصه. قال له لا ما اقدر ما يكفيني. قال له عادي شوي ربع من. قال له اقول لك ما يكفيني هذا كفايتي. قال زين طين شوي بالقبق. دار له شوي بالقبق شربه بالتاكسي طالع راسه سده. قال له والله صدق انت ما مربوط بدواوي انا سويت لك هيك حتى تسد القبق. قال لهم قال يا باكر راح اروح للنجف ازور قبر ابوي. قالت له إيه بعد امك اخذ مي وياك اغسل قبر ابوك. قالوا انا من بغداد النجف ما اخذ مي غير من هناك. قالت له لا يقولون الميت يستانس من يغسلون قبره بالمي مال بيته. قالوا شو ما تقولي لي شلون امه راح مالوندس. قال الله كريم ساعه بالسبعه هي امه نايمه فلت ما اخذ مي. خابرته قالت له يمه انت وين؟ قال انا عبرت الدوره. قالت له لا اخذت مي؟ قال لا. قالت له ترجع يوم عوده طريق والزحامات. قالت له لا الا ترجع. ابوك يستانس. لا شو يسوي؟ يستحي خطيه من امه. شنو يستحي؟ المهم رجع حطيت 10 لترات، 5 منا و5 منا. وراح وصل الدنيا المغرب ظلمت الدنيا. يخاف شافك اعطيني تليفونك. اعطيني تليفونك. لا لا اعطيني. يخاف خطيه ودنيا ظلمه، سوى عنده تليفون الفومي. شعل اللايت وخلع حقن. يرجف يخاف. تليفون مالي هاي 10 شهور. الألفومية إذا تضغطين على النجدة تطلع الساعة الناطقة الساعة بيه. هو مو يرجف الدنيا ظلمه فارغ المقبرة وشال 5 من سنة داس الساحة الساعة. يا قامت عبالة قامت الساعة عبالة قامت الساعة والله الساعة دب الماي وريده حلوة باسم حلوة. لما واحد يجي قبل خطار يقدمون له بيبسي يشرب من عده شوي ويلمني طيب يتجاهل. ففد يوم واحد جاي من القرية لبغداد بالثنتين الظهر بتموز ماكو كان بيبسي اكو كراش تتذكر التموز؟ تبى تتذكر؟ بلا حق على الكراش. الله يطول عمره ابوي الله يطول عمره. الله يطول عمره. فيقول هذا الخطار ده يشرب بالكراش؟ وديش تباوع عليه؟ ليش تباوع عليه؟ لا وش يباوعك وبي وش يباوع عليه؟ وهذا الجاهل خطيه مو رفع هيك الجاهل شو يسوي؟ هيك وينزل وياه. يا جماعة ما درتش حتى قام يدمع الغازات. أخير شيء خلصها دب قشر جاء قال خلصت من الزمان. أكو واحد ما يعرف يقول لحم يحم
يحم راح للدكتور قال الدكتور رحمل والديك انا ادخل للمطعم اريد اقول لحم بيعرفون قال له تحسب من واحد للمية تقول يحم 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 هسه انت راسا تطلع عندك كلمه لحم فقعد بالمطعم قام يصيح يحم 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 للمية جاء قال له ايش تاكل قال له لحم قال له شنو قال نعلع على والديك واحد لبس هاي النفته دائما يطلبوها يقولون عيته فراعيته واحد قاعد هو وحبيبته جاي يسولف وياها رادي بوسه طلعت بعد ريحه قال اقول لك ماكله بصل قالت له والله شوي جاي يسولف ماخذ الواهس خرب عليها بس لا ماكله بصل خرب عليها جاي يبوسها كفخة الريحة قالها قل لك انت مفرشة اسنانك قالت له ايه مفرشة اسناني قام يسولف مرة ثانية وثالثة تقرب كفخة الريحة قالها قل لك انت عندك الم باللثة بالاسنان قالت له لا بس انا مسوي تقويم خالة جسر قال لك شوف خاف واحد متوفي جوا الجسر الله وكيلك خلصت التصوير بس خلصت التصوير العجوز اكو واحد اسمه محد محد اي مو محد 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 اي محد واخوه كبير اسمه غبي طلعوا للشط يسبحون محد غرق هذا الغبي خابر على الاسعاف اقولكم محد غرق قالوا له شنو قال محد غرق قالوا بابا لعديش تخابر قالوا ما حد غرق قالوا بابا انت غبي قالوا ايه انا غبي اخوك كبير ما حد غرق قلت له تطلع من قال الامريكان قلت له تطلع اللي بخشمه هاي نفس الاحداث يعني ورا الحرب كانوا تعرفون الشوارع حوسه وخبصه وناس تدخل طول وناس تدخل عرض ابو اسعاف خطيه شايله مريض ومشغل الصفاره با 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 يريد واحد يعطيه مجال ماكو مشغل الصفاره حد يعطيه مجال لزم الميكروفون اخي بلا زحمه عليك اعطيني مجال عندي مريض الله يخليكم اعطوني مجال ما حد يعطيه مجال يا معودين صدقوني انت ابو البرازيل راح مال والديك يا معودين عندي مريض راح يموت الله يخليكم صدق كذي يا معودين يعطوني نعلى على والديكم ارتاحت وهالماس الاثول جاي يغسل بالسياره مالته يغسل بالرقم جاء واحد قال لك انت حيوان اكو واحد يبدا بالرقم غير تبدا من القماره وتنزل لي جوا قال له يا معود ذاك يوم بديت من القماره نزلت الرقم طلعت مو سيارتي اكو احول احول يشتغل بمطعم مال فلافل يقله فلافل وين يذب الفلفل هاي بصف الطاوله صف واحد خبيث شي صيح الشرطه جايه تفتر اللي قوي ثلاثه يشربون هم ثولان لزموهم اللي يشربون فلان كلهم ثولان كلهم ثولان يشربون شك واحد يشرب وين ثول زين هم ذول الثلاثه اكيد انت تبلمون لا انا ابيض الحمد لله انا ابيض المهم فلزمهم الضابط يريد يطلعهم قالوا باع راح كل واحد شو على صفحه وكل واحد يجينا يسأل سؤال اللي يعرفه اعوفه ما 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 اخذه سال اول واحد قال له اصغر حيوان قال شنو؟ قال له اصغر حيوان قال له النمله قال له انشبله جي اصغر حيوان النمله راح جماعته قال له ها شيلك قال شلون اصغر حيوان قلت له النمله اكو اصغر من حتى؟ هذا قال لي اكو صاحب الثاني تعال لك اصغر حيوان قال له الزعموت قال له شنو؟ قال له الزعموت قال له وين هذا الزعموت صاير؟ قال له يصير بالشلاوي مال الطلي قال له وين يصير؟ قال له بالشلاوي مال الطلي تعالوا بابا جيبوا لي شلاوي مال الطلي جابوا شلاوي الطلي ما بين قال له استاذ هذا الا بالمشهر يلا يبين باعوا لقوا شيء اسود يقمص كرح الله هذا الزعموت يلا انت اطلع الثالث تعال هم قال لي الزعموت اصغر حيوان قال له لا الشحموت قال له شنو؟ قال له الشحمون
قال له هذا وين الشحمود؟ قال له هذا بشلاوي زعمود. كذاب من الزينين يقول انا عندي مزرعه زارع بها رقي، جيت ارد احصد لقيت رقيه كلش كبيره، فقلت خل اعوفها من نار رمضان بلكي تكبر، جيت برمضان ولقاها 180 متر طولها. ام صلي على الرقيه قابل المتر الرقيه. شاش بيك انت؟ مو هو المكذب هذا ساجد طياره. اي العهده على القائد. يقول انا لقيتها 180 متر وقصيتها ورمضان كله وزع بها للصيام، ورا رمضان جتني شركه كوريه تعاقد وياي على القشر يسوون كربانات. ايوه يا باسم. يا باسم نقد واحد ينقل على بلطرون كاظم. واحد اجى لدائره حكوميه فجاي يحكي ويا الموظف، الموظف سئله قال له شو اسمك؟ قال له اس. قال شنو؟ بابا احترم. دا اقول لك شو اسمك؟ قال له اس. تعرفون انتم الموظف يعني ما ينطب المواطن حريص على المشيل المعامله بسرعه. هاي بيا دوله كوريا. هنا بكوريا؟ هنا بكوريا. فتعرف هي صاله صاحب المدير مالته مباشر قال استاذ شوف هذا المواطن. اقول له شو اسمك؟ يقول لي ايش. المدير مالته قال تعال بابا تعال. شو اسمك بابا؟ قال له ايش. اوه ايش غير مديرك ابني ده سيلك يعني. لا يسأل المواطن تعرف يعني الموظفين كل شيء يمشون معاملات الناس وحتى اذا هسه تضرب الموظف ولا يحكي عادي ابد ولا يحكي. اي كوري غير هنا يعطيك فلوس على متعقب له. هاي كوريين مو ابني. بابا شو اسمك؟ قال ايش. ضاج هذا المدير صاح للدوري ما شرطه قال تعال خذوه. موتوه تموت. اجى الضابط اللي يحقق قال له بابا انت ما تستحي انت جاي عندك معامله شنو اقول لك شو اسمك؟ قال له ايش. ما تستحي شو اسمك؟ قال ايش. ايش ايش تبرق. اكو واحد شاف صديقه يسولف وياه قال له اقول لك تدري ايش قد بيك شبه من زوجتي؟ قال له لا 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 قال له والله العظيم يعني شبه مو طبيعي. قال له معقوله؟ قال له والله تشبهها بس فرق واحد بيناتكم. قال له شنو؟ قال له الشوارب. قال له بس انا ما عندي شوارب. قال له ايه هي عندها شوارب. واحد يسال صديقه كلش بخيل قال له تعرف الكره الارضيه ايش قد تدور باليوم؟ قال له شو ما ادريني. قال له مره واحده زمان انت مره واحده تدور. قال له ها مره واحده هم زين قلت لي. قال له زين اذا افترت 30 مره باليوم؟ قال له يوميا ناخذ راتب. هو هذا المايع بفاتحه يوزع قهوه بس لازم الدله بيه من بليه منوي يطل فنجان بليه يسرق. ها عمو تريد قهوه؟ عمو تريد قهوه؟ شايب من شيامنا صارت عيونه هنا. قال له تعالوا لك يمنتك يسرتك ويسرتك يمنتك. قال له شنو حمو؟ قال له يمنتك يسرتك. يريد يقلب الدله يسرتك يمنتك ويمنتك يسرتك. قال الله كلش حلوه. زين عمو تقدر تقول بطتنا بطت بطت. اكو واحد عنده بيكم بالتسعينات من صارت الحرب وفرهود قام يفتحون مخازن. ايه فلقى اكو واحد مفرهد صناديق مال خشب. قال له تبيحن؟ قال له بيحن. لم اللي عنده والما عنده. قال هسه ذن شو يطلع بالصناديق؟ لا اكيد ليش تراهن بس راح اطلع فلوس وفوق فلوس يعني شو يريد يطلع بين صناديق مال خشب هواي. لما اللي عنده والما عنده كلهم طاهن له. اخذ الصناديق وراح للبيت جاب التايلبر فتح اول صندوق طلع بس بسامير. لك واحد يعني مشكله يجوز الثاني. فتح الثاني بس بسامير. الثالث والكلهم بسامير. ضاج ما يجيب خمس فلوسه. نام ثاني يوم قاعد الصبح طلع للشغل امه قالت له يمه بعد امك عود من تجي جيب لنا وياك جير. قالت له شنو؟ جيب لنا وياك جير. قالت شو قالت حتى يصير عندنا جير وبسامير. بالراديو برنامج. ايه مقدم برنامج قال
لو اكيد واحد من عندكم يعني منو يعني لو انت لو وليد مزيان. قال برنامجنا اليوم راح نحكي عن الكهرباء وهموم الكهرباء اريد المواطنين يشاركونا بهمومهم عد اتصال الو الو مرحبا اهلا وسهلا بك منو جاي ميشا لا مو ميشا انا ام سرمد من محله 660 لا صوتها هاي ميشا غير صوتها سرمد مو منا يا سرمد ها هسه شنو ام سرمد من حضرتك انا ام سرمد من محله 660 ممكن اشارك شاركي يعني شنو مشكلتك قالت لا احنا بالمنطقه 23 ساعه تجينا الكهرباء بس ساعه واحده تنقطع وتنقطع الساعه بالثنتين الظهر من يجي ابو سرمد وكل شيء يضوج وينغث رجاء حلوا لنا هاي المشكله صارت تدللين ام سرمد عد اتصال ثاني الو قال بعد عمك الله يساعده قال له اخوي منو جاي ابو جوان انا ابو كاظم من محل 454 شنو مشكلتك قال له والله بعد عمك مشكلتنا احنا 24 ساعة ماكو كهرباء تجينا ساعة واحدة اطوها لبو لبو شريم احنا متبرعين بيها لبو شريم اللي وتوت اي حبيبي جاء صديق اسئله قال لي اقول لك ايدي اليسرى تحكني قال ايه راح تستلم فلوس قال لي يلا ورا شوي قال لي ايدي اليمنى هم تحكني قال انت راح تطفلو ورا شويه قال لي اقول لك رجلي مين اليمنى تحكني قال هجا جاي يسلقون بشيب الخلفك يحجون عليه ورا شويه قال لي اقول لك انا رجلي اليسرى ما تحكني قال انت بيك جرب اكو واحد امه اسمها دولمه زمان ما دولمه مو طاولي فكل ما يطلع بالشارع بالقهوه واحد يقول الله اموت على الدولمه هو خطين قهر يمشي وقال لك شنو هاي الدولمه غير تخبل سوى ثاني يوم لزم مسدس وقعد بالقهوه واحد صح سليك واحد صح تمن عاد واحد صح كشمش قال والله اللي لفلن على الوالد بس بعد في نصيحة ما يخالف الشعر الطويل ما يلوق لك زين انت بيش تغسل شعرك يا شاب قبلها من هو انت لا هيك مسح باجر لا لا انت شعرك بيا شامبو تغسله انا ما اغسل بشامبو كل مواد كيميائية توقع الشعر المهم قل لي بيش تغسل الهلب مالتك المهم عرس طبعا والعريس اصدقاء مطربين وفنانين جابهم على مود يسووا لي الحفله وين خلاهم يشربون بلنجو بغرفة العريس وما عنده مكان كل شوية أكيد صحيح كل شوية وجاء أبو العريس قال أبويا قوم ودقوا المطرب لابس قاط أبيض وربط أبيض وقميص أبيض وما يشرب بلنجو حجي صدق اللي كله عشاء أبويا مو أنا هاي منطقتي وأعرفه قوموا دقوا كم ساعة وحنا والعريس حتى انفضق يا حجي ما لك علاقة طب وش والعريس تبنى قال له خلف الله عليك عمي ما يخالف بس قوم المهم ساعتين ما خلوا بلنجو ذا ما شربوا صعد ولا شنو طبعا صعد المطرب هو هذا بالبلنجو قال له بالأورجن بس مو واني الحمد لله قال سوي لي بيات عدو قال لا سوي لي عصر نزل طبعا سوي لي عصر المهم قال والحج ابو الحفله يحوس بس يشغل الحج شنو يختم يختمك بيوم عرسه يدخل وقلنا ماكو مقاطعه قال Blah!
ما قام ينتلش مرين. اجى الحجة بالحفلة رادين الحفلة لزم المايك من نتر قال معمي الى هنا وتسمحون على خير.